نحن ممتنين في مشاركتنا وتواجدنا في مهرجان شارقة لريادة الأعمال، وكذلك ممتنين أن تواجدنا في استوديو شارقة للشركات الناشئة. نحن شركة ناشئة من إمارة الشارقة، وتوجهنا إن شاء الله للعالمية، وأتمنى كل الزوار يكونوا مستمتعين في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، لأنه يسلط الضوء على المشاريع الجديدة والمبتكرة لإبرازها للمجتمع وللجمهور. الشارقة عندها أكثر من منصة للمستثمرين، منها منصات في المناطق الحرة أو منصات في المدينة، كذلك مواصفات بيئة العمل أو بيئة إنشاء مشاريع كبيرة جدا في إمارة الشارقة، كذلك التسهيلات المتوفرة للمستثمرين إن كانوا كشركات كبيرة أو كرواد أعمال أو أفكار جديدة ممكن تطرح على المجتمع في دولة الإمارات.